من المفترض أن تكون إقامتهما لأسبوع واحد فقط، لكن ربما لن يتمكنا من العودة إلى الأرض حتى 2025 بحسب ما ذكرت ناسا. في 5 يونيو انطلق رائدا الفضاء سونيتا ويليامز وأبوت ويلمر في أول مهمة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، ولكن واجهت المركبة مشكلات في نظام الدفع الخاص بها بالإضافة إلى تسريب للهيليوم ومشكلات فنية أدت إلى تأخير عودتهما. ورغم إصرار بوينغ في السابق أن رائدي الفضاء ليسا عالقين وأن المحطة لديها الكثير من الإمدادات، إلا أن الوكالة حاليا تناقش خيارين لعودتهما إلى الأرض. الأول وعودتهما على متن ستارلاينر، ولكن يتعين إصلاح المركبة أولا، والثاني هو إرسال رواد فضاء في مهمة سبيس إكس كرو 9 التي من المقرر انطلاقها في سبتمبر، وبعدها لهما يعني أن يتمكنا من العودة إلى الأرض مع الطاقم في فبراير في 2025.